احنا نختم حلقتنا النهارده انك تقولي لي ايه احلى ثلاث صور نزلتيهم على انستغرام بالنسبه لك توب ريتنج. هو في فيديو بتاع محمد ده من التوب عندي، محمد يا حبيبي ده من التوب. و صور عاديه بقى، بحب قوي الصوره اللي على فكره بالحجاب دي، مش عارفه. استني بس، انت لما روحتي زورتي محمد كانت مامتك تعبت ولا لسه؟ لا لسه. يعني ماما كانت لسه ما تعبتش. لا انا قصدي الواحد ساعات لما بيعمل خير زي ما بيقولوا كارما، يعني يمكن تكون دي واحده من الاسباب اللي بعد كده كويس يعني. وربنا شافها مامتك وعافاها يعني. الحمد لله. طيب صوره محمد وايه بقى؟ وفي ايه تاني؟ بحب الصوره اللي هي بالحجاب دي، اللي هي شبه شيرين. وصورتي انا وريم اللي هي الطفله اللي معايا اللي هي في اللي هي اللي في المسلسل سك على اخواتك، اختنا الصغيره. كنت حاضناها في صوره كده، بحب الصوره دي قوي. دول احلى اعلى ثلاث صور. لا مش اعلى، بس انا بحبهم. احلى ليك انت، اعلاهم بالنسبه لك انت. انا بحبهم. وايه الصوره اللي عايزه تشيليها تماما؟ خلاص بقى شلتهم. خلاص شلتهم من غير ما حد ياخد بسرعه كده. والله كنت انت لوحدك ولا فيها ناس؟ لا فيها ناس. اكيد مش طايقه الناس اللي فيهم. هنا الزاهد بحياتها بطريقتها اللطيفه وبشكلها الامور وباسنانها اللي محمد صبحي قال لها اوعي تغيريهم، وبحلمها ان هي تعمل مستشفى تسميها مستشفى رجاء بكل حاجه بكل التفاصيل وبكل ادوارها اللي عملتها في رمضان ده واللي قبليها والادوار ان شاء الله اللي هتعملها. بحبك يا هنا ولا بموت فيكي، والناس كلها بتحبك وبتتمنى لك خطوات كبيره جدا في حياتك العمليه، واتمنى لك السعاده والهنا يا هنا في اسرتك ومع مامتك ومع اخواتك. ربنا يخليك.